عالم المعلومات، طريق المعرفة. الأروية أو الخروف الوحشي، الحيوان صاحب القرون الملحوظة والكبيرة جداً، والخصائص المميزة بيه عن غيره من أبناء فصيلته. بيعتبر الخروف الوحشي أذكى أنواع فصيلته لأسباب هنعرفها في حلقة النهاردة، وهنعرف أكتر عن حياته اللي تعتبر صعبة جداً نظراً للأماكن اللي بيتواجد فيها، فتابعونا. الخروف الوحشي أو الأروية بينتمي لمجموعة الظباء المعازية اللي نشأت منها الخرفان الأليفة والداجنة، وهي أنواع الخراف اللي ممكن نلاقيها في آسيا وبالتحديد في القوقاز والعراق وإيران، وظهرت في بعض دول أوروبا بالتحديد في كورسيكا وقبرص، وحاليا في أنواع منه في أمريكا الشمالية، وبيتواجد في الأماكن المفتوحة الجبلية والصحراوية. أما طول ووزن الخروف الوحشي فهو بيختلف على حسب نوعه، بس الغالبية منه بيبقى طوله من 120 ل 180 سنتيمتر ووزنه حوالي 120 كيلو جرام، وبيغطي جسمه شعر لونه أحمر بيميل للون البني، واللون ده بيكون موجود في جسمه من الخلف، وفي منطقة البطن بيكون لونه أبيض، والشعر بيكتر جدا في فصل الشتاء وبيقل في فصل الصيف. بيتميز الخروف الوحشي بجسمه اللي بيكون فيه عضلات، وده من أوجه الاختلافات بينه وبين الخروف العادي، وجسمه بيسهل عليه الحركة في الأماكن الجبلية اللي بتكون تضاريسها صعبة. أما طريقة مشي الأروية فهو معظم الوقت بيمشي بخطوات ضخمة ورشيقة. لازم نتكلم في نقطة مهمة جدا في جسم الأروية أو الخروف الوحشي، وهي القرون، واللي بتبقى كبيرة وملحوظة جدا في الشكل العام، وده لأنها بتنمو طول حياته، والقرون دي لها أهمية كبيرة في حياة الخروف الوحشي، فبيها بيقدر يستخرج الأعشاب الموجودة في المناطق الجليدية، وكمان حجم القرون وقوتها بتحدد هيمنة الخروف الوحشي في القطيع الخاص به. يعتبر الخروف الوحشي من الحيوانات العاشبة، يعني بتاكل الأعشاب والنباتات اللي موجودة بكثرة في السهول والجبال، ونظامه الغذائي مفهوش أكل محدد لأنه بيأكل أي أعشاب أو أوراق شجر أو الشجر الصغير اللي بينمو في الجبال بعد سقوط الأمطار. ومن الملاحظ أن الأروية بيبل الأعشاب الجافة اللي بيلاقيها أثناء ترحاله ورحلة بحثه عن الأكل، بيبلها بمياه الأمطار وبيمضخها أكتر من مرة قبل ما يهضمها. غير كده بيعتبر الأروية حيوان ليلي لأنه بينشط بالليل وفي أول النهار، وفي فترة الظهر بيستلقي على قمم الجبال أو في الأراضي الزراعية عشان يحمي نفسه من الحيوانات المفترسة. وكمان بيعتبر حيوان رحال، بيرحل من أعلى قمم الجبال في فصل الشتاء واللي بتكون درجة حرارتها منخفضة، وفي فصل الصيف والربيع بينتشر في الأماكن دي مرة تانية. بيعيش الخروف الوحشي في قطيع مكون من 10 وأكتر، بس الإناث بتعيش لوحدها والذكور بتعيش منفصلة عنها، وبتتجمع القطعان في أواخر فصل الخريف وأوائل الشتاء للتزاوج. قبل الزواج بيحصل معركة كبيرة بين الذكور، وطبعا صاحب القرون الأكبر هو اللي بيحصل على الأنثى، وبتكون فترة الحمل للأنثى من 4 ل5 شهور، وفي أغلب الأحيان بتنجب عجل أو 2، وقبل الولادة بتختفي الأنثى وبتولد لوحدها، وبعد ما بتولد بيبقى الصغير قادر على الوقوف بعد دقائق قليلة، وبعدها بأيام بتنضم تاني للقطيع، وبيفضل الصغير في رعاية والدته لعدة شهور قبل ما ينفصل عنها. متوسط عمر الخروف الوحشي من 10 ل 12 سنة، وهو بيعتبر حيوان مهدد بالانقراض لأن أعداده انخفضت جدا في السنوات الأخيرة، بعد ما كان في أكتر من 1,000,000 خروف وحشي قلت النسبة وبقى موجود حوالي 30,000 بس، وده بسبب الصيد الجائر ليه عشان يستفيدوا من القرون الضخمة الموجودة عنده. كان معاكم رشا رجب.